سقوط مزيد طب ما من احنا الشهداء. بقالنا برضه، ما هو ممكن يكون الرد، ما احنا من 48 لحد النهارده ما حصلش اي ما تقدم في اي حصلش، حاجه. ما هو ما احنا بنقول بداية وحدة الفصائل الفلسطينية، ده أول وده حاجة. انا يعني، يعني والله يعني أنا يعني مش عايز، انا مش أنا يعني أنا مش عايز أقول إن أنا سألت السؤال ده للرئيس أبو مازن، رد على حضرتك. رد كان صعب شوية، قال لك صعب. صعب، لأن هم متفقين طب منذ، وازاي انا صاحب القضيه، يعني انا جوه البيت والبيت مهدد، ما هو لازم اعضاء البيت يقربوا من بعض شويه. اعضاء البيت الاب والام والابناء كل واحد منهم في حته، لازم يبقى يبقى في، مين اللي هيدافع عن ما البيت؟ هو هي المشكلة بعد اتفاق أوسلو واعتراف الرئيس ياسر عرفات بإسرائيل وحقها في الوجود، خرجت الفصائل حماس على وجه طب ما انا التحديد دلوقتي، ما انا واتهموه بالخيانة والعمالة ونزعوا بدأت اعترافهم كل الكلام بمنظمة التحرير. طيب انت يعني استمرت منذ هذا يا فندم التوقيت، من مين هاوس يا استاذ كرم، من مين هاوس؟ مين هاوس ده؟ ولما عرض الرئيس الراحل انور السادات، تعالى يا عم عرفات تعالى، والقضيه بتاعتك هتتحل وقضيتك هتتحل، وانا سعيد ارضنا، ومش لازم تستعدها بالصوره المطلوبه وتقول وتعمل وبتاع. انت فجاه يعني بص، وخلاص ومتفق وما جاش. انت في مصر دخلت حرب 73، اخر منطقة حررتها كانت طابة، كانت سنة كام؟ 82 تحرير 89، سيناء 89 طابة 89، سيناء 82 يعني انت قعدت 16 سنة مش كده؟ 26 انت سنة من 82 ل 89، السبع سنين دول انت بتعمل كل يعني، المفاوضات قعدت السلميه عشان تستعيد طابه، عشان تستعيد طابة اللي هي كيلو متر كيلو تقريبا متر. او حاجه كده. فانت استعدت دي في سبع سنين ومعاك جبابره، ده انت لا يعني يعني انا، معاك يعني انا معاك عايز اقول الدكتور نبيل العربي والدكتور مفيد شهاب اسماء كبيرة جدا، وقامات قانونيه عظيمه، والدكتور ينان لبيب رزق والدكتور عصمت عبد المجيد. انت معاك ناس لو كل واحد منهم بس اتحط في دول ميزان بقى ايه يعني، دول جنرالات ايوه يا الحرب فندم، الدبلوماسية زائد ولا الجيش زائد تقل عن الحروب العسكرية. ده انت قعدت تتسلح بالوثائق وبالمستندات وبالك حاجة. طويل، وايه بقى، مش هسيب شبر واحد وما سابش، من ارضك. وما سابش. فهنا ده بس كان ايه بقى، كل المصريين على قلب رجل واحد واقفين ورا الدولة من اجل تحقيق هذا طبعا دي الهدف نقطة مهمة، المقدس. نقطة فده مهمة، نقطة، لكن نقطة احنا اللي هي مختلفين فكرة الالتفاف حول القيادة، حول الدولة وحول حول القيادة. القيادة. هنا ما عندي، هناك ما عندناش، مفيش. فهنا عشان نبدأ نوقف المجزرة اللي في غزة دي، نلتف نلتف، ومفيش التفاف. تيجي بقى حماس كده تقول ايه، احنا مع قيادة فلسطينية واحدة ونترك ده. ما هو ده لحد بيخون. دلوقتي في خلاف ما بين يعني يعني حماس التنظيمية على المستوى السياسي وحماس القتالية في الميدان. يعني انت خد التنظيم وانا خد دي وانا اخد دي، سيب دي وانا سيب دي. يعني ما ينفعش، ما ينفعش يعني باسم كل شهيد من ال 34 ألف وما قبله والنساء والأطفال، يجب يعني اننا نتحد من اجل هدف واحد، من اجل ان ننقذ الاطفال والنساء والشيوخ. يا جماعه دي غزه دي زي ما بتقول تقارير الامم المتحده 14 سنه عشان تشيل الركام وكامل فيها، وعشان تبدا تعمل المستشفيات. في يعني بدا يطلع كلام من امريكا عن خطه لاعمار غزه، وهم بيعملوا الميناء البحري دلوقتي. ننتهز الفرصه، إعادة بناء المستشفيات، إعادة بناء المرافق، المياه والكهرباء، وإعادة بناء والله يا فندم هنعيدها تاني ونعمل إعادة إعمار. طب ما أنت لو عملت إعادة إعمار وظل الخلاف بس هتتهد ما هو دي اللي تاني. أنا أقصده، إن نفس الأفكار ونفس التوجهات ونفس الدماغ رايحة في الحتة دي، فخلاص. فأنت ممكن في أي وقت. وبعدين إحنا ما شفناش أصعب من اللي حصل في غزة من 7 أكتوبر لحد النهاردة. أعتقد بحضرتك تفضلت، ما هو انت عارف ده أصعب ما يمكن تصوره. ما هو كانت نكبة فلسطين 48، لكن 2023 دي النكبة الكبرى، كبرى النكبة الكبرى يعني، وعلى عينك، على عين على عين العالم، على والعالم الهواء ساكت، مباشرة، والعالم ساكت على الهواء والعالم. العالم بص يعني ضمير الإنسانية، ضمير مات. البشرية مات بقى، مات. متبلد، والله مات يا استاذ متبلد. كرم، مات. ما هو يعني الناس بتقعد تتفرج على ما يحدث في صحيح غزه، صحيح. الاطفال يعني اللي شايلينهم مش قادرين ياخدوا حضرتك نفسهم، تفضلت. النساء والكلام ده قاعدين يتفرجوا كانه فيلم من افلام السينما الامريكيه، فيلم رعب كده، دراكولا ولا بتاع. صحيح. نقعد نتعشى نتفرج على الفيلم،
يا جماعه ده بشر بيقتلوا، مشاعر انسانيه بتذبح. صحيح. يعني ده يعني اكتر بجد بقى اكتر يعني شعب يعني بيتمزق من الماساه دي مصر هنا المصريين. شوف مشاعر الناس، شوف مشاعر الناس شكلها ايه، الناس بتبكي في لهم كل الاحترام، لهم كل الاحترام الحقيقه. جرعه كده معلش خاصه بالقضيه الفلسطينيه في هذا الجزء من الحوار، لانه كان مطلوب. ويعني اعتقد الاستاذ كرم هو بيتكلم برضو كان لازم نسلط الضوء على الدور المصري وموقف الدور او موقف مصر من ما يحدث في غزه مهما حدث ومهما يحدث، موقف مصر ثابت من هذه موقف القتل. شريف في زمن عز فيه الشرف.